السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار التوجيه المدرسي، اليوم جيت لكم بالمحور الثاني أي الجدع المشترك العلمي. اليوم غادي نتكلم لكم على آفاق الجدع المشترك العلمي، المؤهلات الدراسية، المؤهلات الشخصية، المواد الدراسية، المعاملات، وكذلك الآفاق الدراسية والمهنية. هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ابقوا معي. إذا إمكانية التوجيه بعد الثالثة إعدادي تمكنك من التوجه نحو الجذع المشترك العلمي، أو جذع الآداب والعلوم الإنسانية، جذع التعليم الأصيل، جذع التكنولوجيا، والجذع المشترك المهني. اليوم غادي نتكلم لكم على الجذع المشترك العلمي. إذا السؤال هو ماذا سأختار وكيف سأختار؟ إذا لاختيار أفضل ومناسب، أولا عليك التعرف على المؤهلات الدراسية والشخصية لكل جذع، وكذلك أنك تستحضر المؤهلات الشخصية والميولات ديالك لاختيار الجذع المشترك المناسب لقدراتك. فهم بالنسبة لأهداف الدراسة في الجذع المشترك العلمي، أولا إعطاء التلميذ المبادئ الأساسية للمنهج العلمي. إذا التلميذ كيكتسب واحد المبادئ أساسية فاهم في المنهج العلمي، منهج العلوم. ثانيا تلقين التلميذ أو التلاميذ معارف أساسية وضرورية في مجال العلوم. إذا التلميذ كيكتسب مجموعة من المعارف اللي هي أساسية وضرورية في مجال العلوم. ثالثا تنمية الفكر العلمي لدى التلميذ وتمكينه من فهم ووصف الواقع ومعالجة مختلف الظواهر الطبيعية. إذا الجذع المشترك العلمي كيمكن كذلك من الارتقاء بالتلميذ، أي تنمية التفكير العلمي لدى التلاميذ، أنه يكون عندهم تفكير علمي، وأن التلميذ يكون قادر كذلك على معالجة مختلف الظواهر الطبيعية. الهدف الأخير تمكين التلميذ من الدقة والملاحظة واستعمال المهارات اليدوية في المختبر. إذا احنا كنعرفوا بأنه الجذع المشترك العلمي كيتوجه التلاميذ العلميين اللي عندهم علاقة بالرياضيات، بالفيزياء، علوم حيث والأرض إلى غير ذلك. إذا التلميذ كيتمكن أنه يولي عنده واحد الحس ديال الدقة والملاحظة واستعمال المهارات اليدوية في المختبر. إذا هادو هما الأهداف ديال الدراسة في الجذع المشترك العلمي. الآن المؤهلات الدراسية. إذا المؤهلات الدراسية هي مستوى جيد ونتائج جيدة في المواد التالية: أولا الفيزياء والكيمياء، أنك تكون كتجيب مزيان في الفيزياء والكيمياء. ثانيا اللغة الفرنسية. ثالثا الرياضيات. ورابعا علوم الحياة والأرض، أنك تكون كتجيب نقط جيدة ونتائج ممتازة في هاد أربعة ديال المواد. الآن المؤهلات الشخصية. أولا دقة الملاحظة والتنظيم العقلاني، يكون التلميذ عنده واحد الدقة ديال الملاحظة ويكون عنده واحد التنظيم عقلاني. ثانيا القدرة على إنجاز الرسوم التخطيطية واستعمال المبيانات، أنك تكون قادر أنك تدير رسوم تخطيطية وأنك تستعمل المبيانات. ثالثا القدرة على الملاحظة الدقيقة والتجريب والتحليل والاستنتاج. رابعا وأخيرا حب الاستطلاع وميول إلى البحث العلمي، أنه يكون التلميذ أصلا عنده هذا الحب ديال الاستطلاع، ويكون الميولات ديالو كتميل إلى البحث العلمي باش يمشي مزيان في هذا الجذع المشترك العلمي. إذا هادو هما المؤهلات الشخصية. الآن المواد الدراسية والمعاملات. المواد الدراسية أولا كاين الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، علوم الحياة والأرض كاملين بهم، المعامل 4-4-4. ثانيا اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية 3-3. اللغة العربية، التاريخ والجغرافيا، التربية الإسلامية، معامل 2. الفلسفة والمعلوميات والتربية البدنية والرياضة، معامل 2. وأخيرا المواظبة والسلوك، المعامل 1. إذا هذو هما المواد الدراسية والمعاملات المكافئة لكل مادة. إذا بالنسبة لهاد المواد بثلاثة بهم هما لاباز ديال الجذع المشترك العلمي زائد اللغة الفرنسية. إذا هنا كما كتشوفوا السنة الثالثة من التعليم الثانوي إعدادي كاين أربعة ديال الجذوع المشتركة ممكن يدفعوا ليها زائد الجذع المشترك المهني كما قلت لكم في الأول. إذا حنا اللي كيخصنا هو جذع العلوم حاليا. إذا جذع العلوم يمكن لك تتخصص في السنة الأولى من سلك البكالوريا فين؟ في شعبة العلوم التجريبية،
أولى شعبة العلوم الرياضية، أولى مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية، شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير، وشعبة الفنون التطبيقية. إذا هادو هما أهم الشعب اللي ممكن تدفع له وتوجه لهم في السنة الأولى من سلك البكالوريا انطلاقا من الجذع المشترك العلمي، مفهوم؟ إذا هنا أخيرا بعض الآفاق المهنية اللي ممكن تخدمها انطلاقا من دراستك للجذع المشترك العلمي. إذا أولا كاين تدريس، أنك تدرس العلوم حيث الأرض، أو أنك تدرس الفيزياء ولا الرياضيات إلى غير ذلك. الطب والصيدلة، أنك تخرج طبيب ولا تخرج صيدلاني. الهندسة المعمارية، الكيمياء الصناعية، الفلاحة، الهندسة المدنية، الميدان العسكري، الشرطة والدرك والملاحة الجوية إلى غير ذلك من الآفاق المهنية. إذا هادو هما أهم الآفاق المهنية اللي ممكن تخدم فيها انطلاقا من دراستك للتوجه العلمي أو الجذع المشترك العلمي، وذلك طبعا اتباعا لميولاتك وقدراتك الشخصية. إذا خصني نكون قادر أنني نمشي في هذا الجذع المشترك العلمي، خصك تتابع هاد الشروط وتشوف هاد الشروط مزيان واش كينطبقوا عليك ولا لا، عاد توجه وان شاء الله ما غيكون غير الخير. هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، اشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.